في عام 2014، وأحب أن أعطي هذه المعلومة فقط، في عام 2014 حسب موقع فرانس 24 بلغت نسبة الزواج بين المثليين 13% من مجموع حالات الزواج في باريس موثق، سبحان الله. يعني يعني دعونا نتأمل. تمام. طبعا لكي لا يشكك أحد كالعادة، كل ما قلنا شيء يأتي ملحد ويشكك به. هذه homosexual statistics، إحصائيات المثليين أو الشاذين جنسيا من الرجال والنساء. طبعا هنا لدي أنا رقم رسمي معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية، لدي 9 مليون شاذ جنسي في أمريكا فقط في أمريكا. عدد كبير قوي، يعني 9 مليون. تصوروا يعني هذا العدد المرعب، سبحان الله. هم يشجعون الملحدين، طبعا الملحدون يشجعون على هذا الأمر لإتلاف الشعوب، لإتلاف القيم والأخلاق. لذلك سبحان الله، يعني نجد مركز مثل مركز منع والتحكم بالأمراض CDC مشهور في أمريكا يقول 20% من الشاذين جنسيا مصابين بفيروسات مثل الإيدز وغيرها، وهم نصفهم لا يعلم. تصور يعني لديهم أمراض جنسية مثل الإيدز وغير الإيدز أكثر من أو 20% تقريبا أو أكثر. هناك ولايات في أمريكا تصل النسبة إلى 38%. ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن هذا الزواج أو هذه العادة مخالفة للطبيعة، تجر الأمراض، وهناك بكتيريا شاذة عنيفة جدا لا تستهدف إلا المثليين جنسيا. كذلك المثليات يعني ظاهرة لم تكن، يعني من 100 سنة لم نكن نسمع بها. حتى في الدول الغربية تكاد تكون النسبة ضئيلة، قليلة جدا، أقل من 1%. اليوم عندما نسمع بأن هذه النسب عالية جدا، ونسمع أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل عنيف، لا يمكن أن نتوقع أن أحدا قبل 14 قرنا لديه القدرة على التنبؤ بذلك. بماذا سيحدث بعد 14 قرنا؟ لا يمكن، إلا أن يكون قد تلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب جدا رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما، يقول: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. سبحان الله، حديث دقيق علمي واضح يؤكد أن اقتراب الساعة له علامات، وكأن النبي يعيش بيننا ويوصف الحالة بدقة. أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وهذا ما يحدث في الغرب للأسف. سؤالي أنا: من أنبأ هذا النبي عليه الصلاة والسلام بأن ظاهرة زواج المثليين سوف تكثر وتنتشر وتغزو دول العالم بهذا الشكل المرعب؟ من أنبأه؟ لابد أنه تلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا يشهد على أنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى.